بسن الفيل وتحديدا بمنطقه جسر الباشا عم نتعرف على بروجكت بنايه جديده جاهزه للتسليم. هالبنايه مؤلفه من 10 طوابق، كل طابق شقتين وكل شقه مساحتها 170 متر مربع. كل شقه بتتضمن 3 غرف نوم، وحده منهم ماستر، تواليت للضيوف، وغرفه خادمه وحمامه. مواصفات كل شقة بتتضمن بلاط سيراميك إسباني، بواب خشب مسيف مع قشرة سنجان، فيديو فون، سبليت اي سي يونتس بالريسبشن ارياز وكل الغرف، بالإضافة لشاترز على الكهرباء، وبالكون مجهز بكيرتن جلاس. آخر طابق من هالبناية هو الطابق العاشر، بيتميز بشقة وحدة وتابع إلى تراس كاشف. البناية من برا ملبسة حجر وإلها برايفت جنريتر. كل شقة بتتضمن 2 باركينج مع سيستم تسخين مي على الطاقة الشمسية. بمنطقة سن الفيل جسر الباشا، شقق مفرزة للبيع جاهزة للتسليم بمساحة 170 متر مربع، منهم 3 غرف نوم وحدة ماستر. حالياً ستارتينج برايس $1,750 بالمتر.